هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء. ايه ده صح؟ احنا على الهوا. ابدا ولا احنا على الهوا صح؟ للاسف. ماشي اوكي، ورجعنا بسرعه 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 قوي صح؟ انت ليه بتمثلي؟ احنا على الهوا. انت ليه بتقلدي بركات كويلة نجم مصر؟ انا بسال. بتسالي مين؟ احنا على الهوا، على الهوا. بتقلد بركات كويلة نجم العالم؟ على الهوا. اتفضلي اتفضلي وانا هخف. على الهوا. طب واحنا ينفع نعمل كده قدام الضيف؟ لا سوري. جومانا معانا. مين؟ جومانا معانا. مين؟ جومانا معانا. مين؟ جومانا. الله اكبر علينا، الله اكبر علينا يا محمد. ازيك يا جومانا؟ الحمد لله. الحمد لله. الله. طب وانا محدش هيعبر لك العادة. ازيك يا استاذ بركات كويلة؟ انا الحمد لله، الله اكبر عليا زي الفل. ازيك يا جومانا؟ الحمد لله. ايه بقى يعني قبل بقى ما نتعرف عليك وقبل كل حاجة، ليه جاية لنا فعلا فيلم اكشن؟ طب استنى عشان انا بس عرفت سرك. اتفضلي. بس انت مش عارف. قولي. انا عرفت ان جمال بيمثل في الفاشن. في الفاشن. لا انت، انا هسيبكم تتكلموا بقى مع بعض. تعرف؟ خلاص اتفضلوا بقى طالما انتوا بقى. كنت عارف؟ طالما في فاشن وفي بتاع اتكلموا اتكلموا، انا هفرج. انا بحب الفاشن برضه، كنت هبقى فاشونيستا بس ربنا ما اكرمنيش. انت مخرج احلى. مخرج احلى؟ طب الحمد لله. انا عرفت بقى ان جمال بتعمل فاشن. ايوه. شفت الصوره اللي هي في الفاشن؟ طلعتني صوره. الله اكبر عليا طبعا. وعليك وعلى جومانا وعلى الناس وعلى السادة وعلى الحضور، والله أكبر يا مصر. طيب جومانا، عرفنا بقى ايه قصة الفاشن عشان احنا عايزين نعرف في الفيلم الأكشن وانت جاي. عملتي الفاشن بقالك يعني أول ما ابتديتي الفاشن كنت كام سنة؟ لا هو أصلا السنة اللي فاتت بدأت حاجة اسمها فاشن. يعني السنة اللي فاتت أنا كنت بدأ الفاشن، يعني كنت مش بقالي كتير يعني. طبعا اخترقتي بقى المجال يعني. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني هو ليه كل اللي بيجي البرنامج ناس تنك؟ انا شباب يعني لازم يعملوا كده. لا معلش اعملي الحركه التانيه اللي عملتيها، والنبي يا جماعه هاتوها كده. لا اعمليها تاني اتفضلي. اهو صل على النبي. اهو شعري متسيب اهو. الله الله ده كل. طب ماشي يطلع بس شعري، هاتوني يا جماعه. ايوه يطلع بس شعري وشوفوا. يلا اعمل كده، اذا في شويه شعر اعمله. الله اكبر عليا ما جابهاش. احسن احسن احسن. ازيك يا جوجو؟ الحمد لله. عامله ايه؟ سألتها كده الصبح. ايوه طب انت، انا بحبها. انا بحبها. انت ليه مش عايزاني اسالها؟ خلاص معلش اسف. اللهم صل على النبي لا اله الا الله. طيب قولي لي بقى جوجو، ليه اخترت الفاشن؟ لا هو انا لقيته ان حاجه بحبها، واصلا انا كنت بلعب باليت فايلي. لا وضحي معلش عشان انا طيب شويه. يعني انا اصلا عشان اخش الفاشن فدي كانت حاجه ممتعه بالنسبه لي قوي. اول مره دخلت فيه كنت مستمتعه جدا بحكايه الفاشون، يعني مش عشان حاجه اصلا. مش يعني مش عشان حاجه اصلا، يعني مش علشان مثلا يقتشير وكده، لا هو كان عاجبني الموضوع او كنت فرحانه موهبتها بي. يعني موهبتها الفاشون. في ايه؟ انا حاسه ان انت بتزعقي لي. موهبتها؟ لا لا لا. موهبتها عايز ايه يعني؟ موهبتها بقول بتعرفيني يعني. بقى. طيب اسال ولا هتزعقي تاني عشان بس بقى؟ انا ما زعقتش. اصل موهبتها قلت لك يا بطريقه اللي هو ايه يعني انت ايه؟ لا انا بقول ان دي موهبتها بس. ماشي خلاص توضح. ماشي خلاص اتفضلي. يا قاعده بنات اقوم عادي، ممكن اقوم ولا بيفرق معايا اصلا، بس هم ربطني بالمايك مش عارفه. بس طيب ليه ما اخترتيش التمثيل مثلا؟ لا هو انا اصلا بمثل يعني فعادي. يعني انا إيه؟ انا اصلا واخده ورشه تمثيل. كويس. وكنت اصلا يعني بمثل في مسرح وكده. يعني اسمحي لي اقطعك، يعني الخطوه اللي جايه ايه؟ انت يعني بتفكري ازاي الفتره الجايه؟ لا هو انا بطور نفسي في الفاشن وفي التمثيل يعني في الاثنين. طيب ما عندكيش مشهد كده حاجه وانت قاعده مثلا؟ اي حاجه مثلتيها مثلا في مسرح تعملي لنا اكن انت في مسرح دلوقتي واحنا الجمهور. واحنا الجمهور وفي ناس ورانا كتير. ايوه. اتفضلي. بصي اديتك ثقه غير منطقيه، قصدي جميله اقصد يعني. اتفضلي. اتفضلت. لا وكمان خدت كلمتي اتفضلي، كنت انا اللي بقول اتفضلي. انا قلت لها اتفضل. ابدا اتفضلي. اتفضلي. ما تبصليش كده بقى اهو. بصينا عشان ابص لك اصلا. وانت اللي زيك يعرف ربنا، قتلت امي وابويا وحرمتني منهم وجاي تقول لي سامحيني؟ ده لو قلت لك قلت ألف مره كنت عملتها. بس شفت نهايتك يا عبد الله؟ نهايتك كانت على ايد بنتك. قتلت اختك وعذبتني كل ده بسبب طمعك. ياه هي الدنيا اللي بتعمل فيا كده؟ عمري ما فرحت بجد
طول حياتي وانا عايشه مكسوره وماليش ظهر اتسند عليه. وحتى خالي اللي طلعت بيه من الدنيا طلع انسان طماع وكان عايز يقتلني. كل ده عشان الفلوس؟ ملعون ابو الفلوس اللي توصلنا لكده. خلاص الفلوس بقت كل حاجه في حياتنا. خدي الفلوس ارميها له كده، مش عايزه فلوس. خلاص الفلوس بقت كل حاجه في حياتنا. ليه ما نعملش حساب لربنا؟ ليه ما نعملش حساب ليوم الدين؟ صلي 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 مره واحده كده. هي متاثره معاك. لا احنا نسقف لك طبعا الصراحه. هي متاثره معاكي شويه. اصلا انا ببص لها احسن ليها هتعيط. بتعمل ايوه هي اللي حكيت. بس هو ما ينفعش حد يعيط صراحه. احنا شباب يعني احنا برنامج تمثيل وهيضحك تاني. ف تمثيل صراحه انا حسيت ان انا في مسرح بجد صراحه. انا فرحانه جدا ان انا شفتك اتمثلت بصراحه. التمثيل بتاعك حلو جدا. تمثيلك حلو جدا. طب انا اصلا فرحانه اني جيت قعدت معاكي. شكرا. على فكره وانت كمان يعني. طب ما تقولي من بدري وانت لازم اعمل ايه يعني. انا مبسوطه ان انا قاعده. وقولي انا مبسوطه قاعده معاك ومعاكي يا هنا ومع بركات. ليه التجاهل؟ على فكره انا مش بغير. تعرف تمثل؟ يلا ورينا. مثل يلا ورينا. تختاروا ايه؟ اي حاجه كوم. خلي حاجه. خلينا نمسك مناديل كده ونقعد نعيط. حاجه خلينا نقعد نعيط يعني. لا اله الا الله. لا اله انا إلا مش هبص لك بقى عشان ايه؟ لا اختاروا موضوع انا امثل لكم. لا ما انت اكيد يعني تعرف تمثل. تعرف تمثل زي روانا حاجه كده؟ حاجه زي اللي انت قلتيها؟ اه. طيب احنا هنمثل واحد. صراحة أنا ما أنا موهبتي مش أنا عندي كذا حاجة بصراحة. احنا هنمثل واحد بيحب البيتزا جدا. ويحب ايه؟ بيعشق البيتزا. كويس؟ حبيب البيتزا بياخدها في حضنه وهو نايم. بس طبعا محدش يقاطعني. ماشي. كويس ومحدش يضحك. اوكي. تمام؟ احنا هنجيب واحد مدمن بيتزا بيحب البيتزا جدا وأهله عايزينه يبطل عشان ايه؟ أنا مامتك. عشان ايه؟ ما عشان ما توجعكش. عشان ما يتخنش وبطنك ما توجعكش. كويس. فاحنا هنقول مثلا انت قولي لي بطل بيتزا حرام عليك انا تعبت. قولي كده وانا هخش على طول. اديلي الكيوز. استنى استنى انا اخد بس رياكشن كده. اتفضلي النفس. بطل اكل البيتزا عشان انت بتتخن وانا تعبت معاك عمال احاول احاول. بطل اكل بيتزا بقى عشان انا تعبت معاك. حرام عليك كل فلوسي تدفع في البيتزا. حرام عليك. ليه؟ ما انت بتاكل بيتزا. شايف اوضتك مليانه بيتزا قد ايه؟ ليه؟ الا ليه؟ انت بتاكل بيتزا على طول. انت معشق البيتزا واوضتك مليانه بيتزا. كنت فين؟ في اوضتك مليان بيتزا. مليان بيتزا قد كده. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين وانا؟ وانا ماشي في الشارع وبلاقي محلات البيتزا كتير. كنت فين انت عشان تقولي لي بطل البيتزا؟ عمال اكلمك على التليفون. لو بصيت هتلاقيني بكلمك على التليفون كتير. تليفون كلمتك 20 600 ألف مره ما بتردش ليه؟ التليفون يا هنا. التليفون لو رديت او ما رديتش مش هيبعد شكل البيتزا من قدام عينيا. عارفة بحس بإيه وأنا باكل البيتزا؟ إحنا عارفة بحس بإيه؟ سيبيني إديني فرصتي. مش قلت مثل؟ همثل فرصتي بقى. نفسي من زمان حد يقول لي مثل. ها؟ عارفة هي بكام؟ طيب بقى. طب ما أنت عارف إن هي بكام؟ دي فلوسنا مش فلوسنا. إحنا جايبين لك تليفون ليه؟ ليه؟ عشان أطمن عليك. طب والبيتزا؟ البيتزا يا محمد. البيتزا بتطير في أي حتة. وإحساسي ومشاعري. حرام عليك البيتزا دي هتوجع لك بطنك. بحبها بحبها يا ناس. طب من النهارده بقى مفيش بيتزا ومفيش فلوس ومفيش فيزا. كت كت كت. انت قلبت على ايه؟ مفيش اي حاجه عشان تشتري فيها بيتزا. مش عايز بيتزا. خدت الموضوع جد قوي. ممثل ممثل. الله انا عارفه. الله اكبر. انا عارفه. انا عارفه. انا عارفه. انت اصلتي وبصي لي وبرقتي وبص وشك. بتزعق في وشك بقى مره واحده خلاص كده. مش انت اللي قلت مثل؟ اصل انا خدتها شويه يعني اكتر شويه. معلش خلاص يا جماعه الغوا المشهد. شفتنا واحنا بنمثل. سقفي لي انت كمان. حقيقي تحفه تحفه. طب
طيب برضو بقى نرجع للفيلم الاكشن وانت جاي، ايه اللي حصل؟ اول حاجه ماما اتسرقت. الله اكبر، ده شيء جميل وبنحيي السارق وبنقول له هتروح من ربنا فين يا محمد؟ هتروح السجن يا محمد. سرقت هتقول لي ربنا ايه؟ تاني حاجه احنا راكبين قعدنا اكتر من نص ساعه في الطريق عشان الطريق واقف، وقبل ما وصلنا بقى عشان نغش طبعا لازم عايزين. طب انا هسالك سؤال، لا معلش بس سؤال عند السرقه، كان احساسكم ايه وانتوا مسروقين دلوقتي حالا وانتوا رايحين مدينه الانتاج؟ لا على فكره عادي عادي مش فارق، بس بالنسبه لماما لا مش عادي، بس ماما اتسرقت كتير قوي فمش مره احداث كده. طيب ممكن توجهي رساله لعمو الحرامي اللي سرقكم تشوفي تقولي له ايه من فضلك؟ عايزه رساله حلوه كده قدام كاميرتك. شكرا. معاكي دقيقه، لا لا دقيقه دقيقه والله بجد دقيقه، اتكلمي مع الكاميرا كده وما تقطعهاش هنا ولا انا هقاطعك، محدش فينا هيقاطعك. وجهي رساله لعمو الحرامي اللي سرق ماما النهارده. استنى بس قبل ما تتكلمي، وهتخش السجن ولو حتى قلت ربنا يسامحني مش هيسامحك. لا ان الله غفور رحيم، احنا مالناش دعوه بالدين، انت بس وجهي رساله وخلاص، مش حدش هيقاطعك. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك. دقيقه، لا 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 دقيقه بجد والله اقنعي. بصي اقول لك على حاجه، اقنعي الحرامي ان هو يرجع الفلوس يعني؟ لا مش كده بس يمكن يسمع ويرجع، يعني وجه له بجد والله رساله. بس بجد بقى بجد فكري بجد. سؤال، انت عملت كده ليه؟ استفدت ايه ان انت تسرق مننا فلوس؟ بجد والله مش بهزر. ليه؟ لا ما هو انا الحرامي استفدت ايه؟ دي استفدت ايه؟ ليه؟ اصلا دي حركه بالنسبه لي اصلا بيستفزوني قوي، اللي هو ما لقيتش غيرنا. لا ما هو الحرامي مش بينقي، ربنا بيسهل له الحال بياخده. لا حركه مستفزه قوي اللي هو عاملها، ان هو ايه يسرق مننا حاجه؟ لا واحنا كمان راكبين يعني. طيب انا عايز اقول لك، تعرفي ان تفتكري يعني بلاش تعرفي دي، تفتكري الحرامي بيكون مبسوط لما بيسرق حد؟ اكيد اكيد. ليه قلتي اكيد؟ هو يعني عموما هو اصلا كده بيستفاد. بيستفاد ايه؟ ده حرامي بيستفاد ان هو بياخد فلوس. يعني انت لو حرامي مثلا هتنزل مثلا خدك، انت لما تسرق فهت كده انت استفدت ان انت خدت فلوس، فدي حاجه اكيد بتبسطه. طيب طيب ما ممكن حرام. طيب بالظبط حرام، طب ليه ما تشتغلش شغلانه حلال تبقى في امان تاكل لقمه حلال؟ اصل في حكايه الكورونا في ناس ما بقتش تشتغل اصلا، علشان كده بقى بدا يعني في ناس كتير قوي في الوقت ده بدات تسرق. طب ما يشتغلوا على اللابتوب، احنا عملنا الالكترونكس ليه؟ عشان نشتغل منها في البيت او نكلم مامتنا وبابانا بقى لو في ورطه اي حاجه. طيب وحضرتك هم هيجيبوا منين اللابتوب اصلا؟ سؤال، انا بتكلم يعني هو بيسرق، طب هيجيب منين اللابتوب؟ ياخد فلوسه دي ويروح يشتري بيها لابتوب ويدور له على شغلانه ويشتغل. او الناس اللي بتشتغل، انتوا عندكم لابتوبس ليه؟ بتاخدوها الشغل ليه؟ عشان تشتغل، فخدوها دي واعملوها في البيت لو انتوا خايفين على الكورونا، سهله جدا. ربنا يستر. طب سؤال، هو ازاي يشتغل في البيت اصلا؟ يا فيش يشتغل أونلاين في اي حته. الشغل الاونلاين بقى كتير ومش عارف ايه، وازاي تفتح شركه ومؤسسه في 3 دقايق من خلال الفيسبوك الحاجات دي. شركه بتكلمش على شركه تقريبا. لا اللي هو يعني هو بيبقى حاجه مبسوطه جدا ان هو عامل انجاز ان هو سرق. اصل انت ممكن وانت بتسرق جاب فلوس في لحظه، تقفش يعني. صح صح، ممكن تتقفش نفس زي ما انت جبت فلوس في لحظه، ممكن تتقفش في لحظه برضه. يعني انت مثلا لو اتقفشت فدي حاجه اكيد هتزعل ان انت اتقفشت. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع للحرام. ممكن يا هلا؟ اتفضل. نطلع فاصل ونرجع لكم، اخيرا خدت فرصتي اطلع فاصل، لان المره دي اللي قلت اطلع. الله اكبر. هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء. رجعنا بسرعة تاني برضه. ورجعنا بسرعة، بحب ارجع بسرعة. طيب انت بتحب تروحي بسرعة وتيجي بسرعة. طيب جوجو، طبعا الحرامي ربنا يهدي من يشاء وان شاء الله خلاص بقى كفاية الكلام ده. عايز بقى اقول لك حاجة حلوة قوي، قدامك دقيقة تعملي لي مشهد برضو من خيالك، بس ما تستفزنيش انا عشان ما تقطعي، لان انا بتتأثر بالقضية بسرعة. كويس، وتوجهي رسالة لاصحابك اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي. هنشوف هنشوف. وانا عشان افكر في مشهد فدي بتاخد مني وقت اكتر. ارتجلي يعني، بصي حوالي مثلا في اقل من دقيقه تفكر في حاجه بسرعه. طب اقول لك على حاجه احلى، توجهي ايه رساله لاصحابك اللي في سنك وزمايلك؟
عندي فكره. اوجه لهم السلام من نوع ايه؟ من اي نوع يعجبك. لا اقول لهم ايه؟ لا شوف انت عايزه تقولي لهم ايه، تنصحيهم بايه؟ اتفضلي بكاميرتك كويس، فهبصي طبعا لكاميرتك عشان بعد ما تخلصي الكلام ده هنختم على طول. شوفي هتقولي ايه لاصحابك ولزمايلك اللي انت بتحبيهم، تنصحيهم بايه لما يشوفوا الفيديو ده مع الوقت يعملوا بنصيحتك. اختاري بقى النصيحه اللي تعجبك. لا مش عارفه بس افكر. يا ده انت بتحب اصحابك قوي. لا يعني ان انا اكلم صحابي غير ان انا انصحهم. يعني بص انا انصح اصحابي، يا محمد ما تاكلش مكرونه كتير بتتخن يا حبيبي، قال لي من العيش يا حبيبي اهو، يعني في رساله. يعني انت انا عايزه اوضح لهم رساله تكون عن ايه، عن نوع ايه. اي اللي حاجه عجبك. براحتك اللي عجبك. شوفي ايه اكتر حاجه في زمايلك انت بتعلقي عليها فممكن توجههم رساله. هتقول ايه؟ يا ريت تبطلوا لغي شويه بس شرط. هي دي الرساله لاصحابك؟ اه نفسي اقول لهم كده. طب في حد معين عايزه تقولي له كده؟ اقول؟ قولي براحتك. مريم وهي عارفه نفسها. يا مريم وانت عارفه نفسك عايزين نبطل رغي شويه. يا ريت. طيب انت نورتينا يا جوجو. نورك. وانا مبسوط ان انت معانا. والله اكتر قوي يعني. بجد؟ والله قوي. بامانه. والله. انا لا اؤكد بس بجد. تمام. اتفضل يا فندم عشان نختم. وانا فرحانه ان حضرتك. الله. حضرتك معايا. الله. عارف لو كانت قالت انت كان هيبقى في حسابات بعد الحلقه. قوليها تاني والنبي، قوليها تاني والنبي. حضرتك الاستاذ بركات كل نجم العيله. ماشي. أيوة. وحضرتك. ايوه. جومانا. ايوه. فرحانه ان انتم كلكم انتوا الاثنين هنا. أيوة. معايا. تمام. طب احنا بقى في البرنامج. في البرنامج هنا والاصدقاء. نسيتي تعملي كده. جوجو نورتينا وان شاء الله تبقى معانا في حلقه تانية باذن الله. ومعلش بقى اللي حصل وانت جايه، احنا بنتاسف لك كتير جدا بناء عن الحرامي. هو اللي يتاسف. ماشي يلا يا حبيبتي بقى اختمي وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه. اتفضلي اختمي حلقتك الجميله. وشكرا ميرسي. وشكرا يا جوجو. ميرسي. يا رب يا رب الحلقه تكون عجبتكم جدا، يعني عجبتكم بقى وقولوا لنا برضو عجبتكم قد ايه. صح ولا صح إيه؟ صح طبعا. ونشوف كل حلقه الجايه. باي باي. باي باي. معانا يا جوجو. معانا يا جوجو. باي باي. باي باي. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء.